إلى ذلك، أعلنت السلطات السعودية وصول نحو 1,700,000 حاج من خارج السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام، ليكتمل بذلك وصول حجاج الخارج، في حين بلغ عدد حجاج الداخل 233,740 حاجة. هذا وتسخر السلطات السعودية جهودها الرسمية وطاقاتها البشرية في مختلف المجالات لإنجاح موسم الحج عاما تلو الآخر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم